ده ممكن. ده ايه الورق الابيض ده؟ الورق الابيض ده احنا بنكتب عليه الارقام اللي جاي اللي هو من غير دعايه، انت بتصور دلوقتي من غير ما تستاذني. على فكره انا سالتك انت ممكن اصور؟ لا بس انا ما اذنتلكش، قلت لي ممكن تصورني بالورق الابيض ده. صور الورق الابيض باين، اهم حاجه الورق الابيض يا عم. ما هو رفعه باين. طب حضرتك بتعمل ايه بقى؟ تعتبر دعايه؟ طلع اللي جاي. قلت هو انا بص 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 انا بقول لك صورت، انت بتقدم خدمات ما اتكلمتش خالص على دعايه. اول حاجه بص يا عبد الله، لا انا الصوره متعلقه، انا عايزك بس تقول لي، انا عايزك تقول لي انت بتعمل ايه بس. طب اجيب الكاميرا هنا اهو. تمام. ده الراجل ده محمد حمدي، خليه يقول لك احنا بنعمل ايه. اوكي بس ما تصورنيش. ها اسماء بص انا انت بقى ممكن يقول لك احنا بنعمل ايه. تمام. شوف ايه بيساعد الناس جاي بيك. خليه صورك عادي مفيش حاجه. نعم. لا 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 انت. طب حضرتك بتعمل ايه بس؟ طب ما هو انا اللي جايبه. هو في ناس مش عارفه اسماء اللجان بيطلع لها اسماء اللجان. وجه الكاميرا بقى للجهاز. تمام ماشي. هو بيعمل ايه؟ ايوه هو يقول لك بيعمل ايه. طيب تمام. حضرتك بقى بتعمل ايه اهو؟ ايوه حضرتك تبع ايه ولا حضرتك ايه عشان تعمل كده؟ ما حضرتك عارف ان ده ممنوع. بعمل بحث عن ايه؟ طلع اسم ال حضرتك نفسك حضرتك تبع ايه؟ لا انا مساعد الناس. حضرتك. انا بعمل للناس حاجه لجان شعبيه. الشخص ده ليا انا هنا جاي بساعد الناس. بكون توجيه ده بره ابيض اللي انت عايزه. في دعايه؟ شوف لو كان في دعايه احنا ما قلتش ان حد في دعايه. ما هو دعايه مش لازم تبقى بالورق، دعايه ممكن تبقى حاجه بالبق. ممكن مثلا تدي لجنه او دعايه باللحيه فعلا. استاذ عبد الله، انا ما بتكلمش على حاجه والله. استاذ عبد الله